صباح الخير يا عزام، طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينز بروكر. يا دمونكو كريم مجدي، اليوم 14 أكتوبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا على أسعار الذهب. ثلاثة كبيرة أسعار الذهب وارتفاعات كبيرة طبعا، طاق ال 1800 دولار للأونص، وده راجع أكيد في المقاوم الأول بعد زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذ استثمار آمن لتستفيد أسعار الذهب من بيانات التضخم الأمريكي والتي تجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ما أضعف جاذبية حيازة الدولار الأمريكي كعملة استثمارية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة. خلينا نفكر حضراتكم بأهم البيانات اللي ظهرت أمس، وطبعا كان أهمهم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي اللي كان متوقع عليه 2% وجيب نفس النتيجة المتوقعة عليه. النهاردة في انتظار أيضا بيان هام من الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر أسعار المنتجين متوقع عليه 6%، والشهر الماضي كان 7%. دي كانت أهم الأخبار وأهم البيانات، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاداء الايجابي الكبير والارتفاعات العنيفه وعدته مره اخرى قرب ال 1800 دولار للاونص، والثبات على 1781، وده ايجابي على مستوى كل المؤشرات. ده ايجابي على الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر عليهم، المسافه الكبيره بين المتوسطات السعريه وبعضها، ده ايجابي على الاستوكاستيك، على الفلات ترند، على السار، كل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الاداء الايجابي، ولكن بشرط كسر ال 1795 علشان يروح لل 1808 وراها ال 26، مرة تانية كسر ال 95 وراها ال 1808 وراها ال 26، السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر ال 1768 وراها ال 59، وآخر نقطة عن ال 49. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.